لسه معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولقاءاتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم. ودلوقتي معانا لقاء هام مع الكاتب والمؤرخ الفني ماهر زهدي، واللي كتب الحقيقة كتير عن نجومنا الكبار، نجوم زي إسماعيل ياسين، فاتن حمامة، لكن السنة دي هو مشارك في المعرض بإصدارين مهمين، وهم فيلسوف الضحك والبكاء نجيب الريحاني وأسمهان أميرة الحب والأحزان. أستاذ ماهر أهلا بيك. أهلا بيكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة مشاركة بإصدارين عن شخصيتين مهمين جدا في تاريخ الفن المصري. يعني حابة أعرف من حضرتك مشاركتك في المعرض السنة دي وفي الدورة 55 بإصدارين زي دول مهمين، كان إيه يعني سبب حرص حضرتك إنك تكون متواجد في المعرض السنة دي؟ هو طبعا حضرتكم وكل السادة المشاهدين عارفين إن المعرض هو بمثابة يعني عيد للثقافة المصرية، عيد للكتاب المصري. اي كاتب واي ناشر كمان بيبقى حريص ان هو يشارك في المعرض، بيقدم الجديد اللي عنده في المعرض. زي ما عندنا موسم الدراما في شهر رمضان، عندنا موسم الكتاب في معرض الكتاب، ده حاجه مهمه جدا جدا. وطبعا يعني بيبقى يعني الكل حريص ان هو يتسابق ويتشارك في معرض الكتاب. المهم في النهاية المنتج الثقافي اللي احنا بنقدمه لازم يكون ليه قيمة ويفيد القارئ. وانا شايف ان يعني السيرة اللي انا بعملها او السيرة الدرامية اللي انا بكتبها مهم ان هي بتؤرخ لزمن جميل فات، نجوم كبار عصرنا ممكن للأسف بعض من الأجيال الحالية اللي موجودين اللي هم الشباب الصغيرين ما يسمعوش عنهم ما يعرفوهمش، فمهم قوي ان احنا نقدمهم لهم، لان كمان حياتهم فيها يعني حاجة مهمة قوي طبعا. فيها قصص كفاح مهمة، فيها حفر يعني في الصخر علشان يعملوا اسمائهم، فده كان مهم قوي بالنسبة لي. بكل تأكيد. طيب اختيار حضرتك للشخصيات يعني نجيب ريحاني، اسمهان، خليني اتكلم في البدايه مع حضرتك على نجيب الريحاني. ليه اخترت سيره نجيب الريحاني، الفنان الكبير طبعا نجيب الريحاني؟ بصي، هو طبعا انت عندك حق، نجيب الريحاني من الفنانين الكبار، وتعمل عنه قبل كده كتب، وتعمل صحيح عنه مسلسل كمان. لكن في انا جزئيه مهمه، اولا الكتاب اللي انا بعمله هو في شكل سيره دراميه، صحيح، عامل زي السيناريو الحوار. بالاضافه كمان ان في حاجه مهمه ما اتعملتش قبل كده، نجيب الريحاني كل اللي اتعمل عنه قبل كده كتب من خلال مذكراته اللي هو نشرها قبل كده، اتنشرت في حياته واتنشرت بعد ما ماته في اماكن كتيره، وناس كتير خدتها وعملتها في كتب، لكن المذكرات توقفت عند سنه 37، ونجيب الريحاني مات سنه 49، يعني في 12 سنه يعني ما تقريبا ما حدش يعرف عنهم حاجات كتير. ال 12 سنه دول انا كنت حريص ان انا ادور وافحر واجيب تفاصيلهم، لان هم دول سنوات التوهج في حياه نجيب الريحاني، عمل فيهم اهم اعماله المسرحيه، عمل فيهم السينما، العدد القليل من الافلام السينمائيه اللي احنا شفناها، السبع ثمان افلام دول بس هو عملهم في الفتره دي، سافر فيهم امريكا اللاتينيه، راح الارجنتين، راح البرازيل، يعني عمل حاجات خرج بره اطار كمان المحليه، وكان ليه جمهور كبير قوي بره في الارجنتين كمان وفي البرازيل. فالفترة دي كان مهم كمان ان انا اوثقها من خلال الكتاب، ده كان حرصي ان انا اعمل حاجة عن نجيب الريحاني. طيب ليه اسم الكتاب فيلسوف الضحك والبكاء؟ لان فعلا يعني نجيب الريحاني مش مجرد ممثل او حتى ان هو صاحب مدرسة في الكوميديا، نجيب الريحاني كان عنده فلسفة خاصة جدا كإنسان وكفنان، بيعيش بهذه الفلسفة. يعني هو ممكن ما يكونش عمل ثروة، ممكن ما يكونش كسب ملايين، بس كان طول الوقت مهموم بهموم الناس، ولذلك حتى انت في الأفلام القليلة اللي هتشوفيهم هتشوف الموظف المطحون البسيط اللي هو عنده مشاكل اجتماعية عديدة، فطول الوقت كان عايش بهذه الفلسفة ان هو عايز يقول حاجة للناس، عايز يفيد الناس. حتى في الفترة اللي هو عمل فيها مسرح مع سيد درويش ألهبوا حماس الجماهير، وكانوا جزء من ثورة 19 وحاجة صحيح مهمة جدا، ومسرحه كان بيخرج منه مظاهرات فكان عنده فلسفة خاصة كفنان وكإنسان. طيب نروح للكتاب الآخر والسيرة الأخرى، وأميرة الحب والأحزان والفنانة أسمهان. ليه اخترت تحديدا شخصية الفنانة أسمهان؟ أسمهان دي حدوتة كبيرة قوي قوي، يعني
بص هي عمرها قصير. صحيح. ما عملتش أعمال فنية كتير، يعني هم فيلمين اللي عملتهم وكم أغنية مش كتير، لكن حياتها من ساعة الولادة لحد رحيلها دي فيها قصص كتير جدا وتفاصيل كتير، حياة صعبة قوي. والمفارقة الغريبة إن هي اتولدت في البحر وماتت في النهر، اتولدت على ظهر سفينة وهم راجعين من تركيا للشام، اتولدت أسمهان وكانت نهايتها في عربية في النهر. فحياتها من البداية للنهاية طبعا يعني كلها أحزان ومآسي، رغم حبها الشديد للحياة، كانت بتحب الحياة جدا وكانت عايزة تعيش، ما كانتش يعني زي ما بيقولوا عندها اكتئاب أو إن هي رافضة، بالعكس كانت محبة جدا للحياة ونفسها تعيش ونفسها تتبسط، وعاشت عمرها يعني إحساسها إن هي أميرة، وده كان تعبها نفسيا. طبعا حالة الفقر اللي هم من بعد ما سابوا سوريا وجبل الدروز وجم على القاهرة وعاشوا هنا، عاشوا حياة فقر هي وإخواتها فريد وفؤاد ووالدتها علياء المنذر، حفروا فعلا في الصخر علشان يعملوا حياتهم ويعملوا اسم كبير. هي وفريد عملوا حاجات كتير جدا يعني، وضحوا بحاجات كتير قوي، جوع وتشرد وفقر، لحد ما بقوا يعني من أكبر نجوم المجتمع. طيب ردود الافعال على الكتابين ايه يا فندم حتى إيه؟ والله الحمد لله، يعني انا يعني ردود افعال يعني اسعدتني جدا وبسطتني جدا، شايف ناس كتير جدا مهتمه بدوت، وناس بتطالبني بشخصيات تانية. ما ده سؤالي اللي جاي بقى لحضرتك، في شخصيات تانية محضر لها؟ طبعا ان شاء الله. مش عايز تغششنا؟ ان شاء الله باذن الله. يعني في ليلى مراد من الشخصيات المهمة جدا برضو طبعاً في تاريخ يعني الفن المصري طبعاً، يعني شغال فيها، وأتمنى يا رب إن هي يعني تكمل بإذن الله على خير وتكون على المعرض اللي جاي يا رب إن شاء الله. إحنا السنة الجاية أكيد هيكون بإذن الله لينا لقاء مع حضرتك ونتكلم عن سيرة الفنانة الكبيرة ليلى مراد يا رب إن شاء الله. ونتمنى لحضرتك التوفيق، يعني الحقيقة يمكن شخصيتين مهمتين جدا في تاريخ مصر الفني أو حتى في هذا في عصرهم في وقتهم وممتد معانا حتى الآن. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أنا بشكركم، كل سنة طيبين.